في قناة تعلم الإيطالية مع لارا أو إمبارا الإيطاليانو كل لارا. لو أنتوا لسه أول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الزرار بتاع الجرس علشان كل لما أنزل لكم فيديو يجيلكوا بيه نوتيفيكيشن. طبعا زي ما أنتوا عارفين أنا كنت عملت ستوري من حوالي 4 أيام أو 5 أيام، كنت قايلة لكم ان انا هعمل فيديو عن لا كونفرساسيوني، لان زي ما قلت قبل كده الناس اللي متابعيني عارفين ان انا بعمل كورس محادثات عن طريق الفيديوهات على القناة بتاعتي. وانا اوريدي كنت نزلت اول امبارح فيديو خلاص، وكانت الكونفرساسيوني وقتها في البر. طيب، وكنت قلت لكم ان انا هحكي لكم عن سفريتين لدولتين، كانت قلت برضو ايه هي الدولة، وهي كانت بلجيكا خلاص. وحبيت ان انا اقول لكم معلومات عن السفرية دي. حد هيقول لي ايه علاقة الفيديوهات دي او نوع الفيديو ده او محتوى الفيديو ده بالقناة؟ هقول لك، لان انا بنقل لك خبرتي. يعني انا لما اتعلمت اللغة كان عندي اعتقاد او ايمان قوي ان اللغة علشان تتعلمها لازم تمارسها خلاص وتروح وتسافر مع اهل البلد، ولكن في نفس الوقت انت علشان خلاص بتتعلم ثقافة جديدة، فبالتالي انت مش هتكتفي بثقافة اللغة او ثقافة البلد اللي انت بتتعلم اللغة بتاعتها. ولذلك انا حبيت اشوف بلد تانية، حبيت اشوف شكلهم الناس بيتكلموا ازاي، لان حتى وقت ما انا سافرت لميلانو اكتشفت ان الانتوناسيون ديال ديالتو او مش عارفة اقولها لكم ازاي بالعربي، ولكن هتحس ان في لهجة مختلفة مش من الكلام، لا لبارولي لبرازي لديسكورسو الو ستيسو، ولكن الميلانيزي بيتكلموا بايطالي شوية بيمطوا فيه. يعني انا حتى هحاول اجيب لكم فيديو او هحاول اسمعه لكم في مرة. يعني طيب، انا حابة احكي لكم تفاصيل اول بلد انا رحتها وهي رحلة بلجيكا. مبدئيا كده في خطوات مهمة لازم نعملها لما نيجي نحجز لاي مكان. يا جماعة انا كنت اتدربت في مطار القاهرة لمدة شهرين، ولكن شهرين منفصلين في 2017 و2018، وبالتالي عارفة بعض التكنيكس شوية عن قطع التذاكر، فده انا بقى نعمل له فيديو تاني لوحده. اهم حاجة بس تفكروني لان انا بنسى. فانا حجزت التذكرة وكنت حجزاها قبلها بحوالي شهرين ونص. ليه؟ علشان اعرف اخد سعر الفلوس. طبعا بما ان احنا في شهر نوفمبر والسفرية كانت يوم 23 نوفمبر، والرحلة كانت بالليل كمان، ما كانتش الصبح، اللي هي كانت الطيارة قامت الساعة 5:30 عصرا. واحنا طايرين، يعني دي تقريبا اسوأ رحلة انا طلعتها، مش علشان شركة الطيران، لا هي شركة الطيران ملهاش اي علاقة اصلا بالكلام ده، هي شركة الطيران انا بسافر عليها على طول، ولكن نظرا للظروف الجوية السيئة. من اول الساعة 7 لحد الساعة 7:32 الطيارة دخلت في مطبات هوائية ماشي فوق جبال الألب. في العادي بتحصل لمدة ثواني، مش هقول لك دقايق، ولكن لمدة 32 دقيقة الطيارة كانت ماشية كده، فبقت تعمل كده، يعني مش مثلا تعمل كده، لا بقت تعمل كده، لدرجة ان المضيفات كانوا يعني مش عارفين يقفوا خلاص. وطبعا كان في ناس من الركاب ابتدوا ان هم يقلقوا، وانا شخصيا قلقت، يعني انا قلت خلاص الطيارة دي يعني كنت بتمنى ان هي توصل اصلا، واللي هو تقريبا ندمت ان انا سافرت وكل حاجة، لان وقتها كان رعب 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 اللي هو تخ تخ تخ. دي نقطة. النقطة التانية، قبل ما الطائرة تطلع، فانا حظي الجميل ان انا قعدت جنب الاكزيت سيت، ودي كانت لاول مرة، يعني انا سافرت 11-13 مرة كده، اول مرة جنب الاكزيت سيت. فالمضيفة خلاص بتتكلم
اسباني وبتتكلم انجليزي، ما بتتكلمش حاجة تانية يعني. فجأة قالت لي ايه، قالت لي لما تيجي، لما يحصل حاجة وتيجي تفتحي الباب لازم تشديه علشان يتفتح، او لو انت مش عارفة تفتحيه ناديلي. فانا بيني وبين نفسي قلت لها، وهو لو افترضنا جدلا لا قدر الله في حاجة سيئة هتحصل، انا يعني هل هيكون في الوقت اصلا ان انا لو سمحتي الباب مش راضي يفتح بتاع الاكزيت سي اللي هو مخرج الطوارئ؟ فدي كانت بداية الرحلة. طبعا ال 32 دقيقة بتوع المطبات، جه الكابتن عمل كول للركاب قال لهم احنا والله طايرين فوق جبال الألب وهنضطر ان احنا نطير على ارتفاع منخفض. والمضيفات للأسف يعني ما كانوش بروفيشنال قوي، لان الركاب كانوا قلقانين، وبعدين يقولوا لهم اه ده بيحصل بس اول مره تحصل بالفظاعه دي، اللي هو يعني دبلوماسيا المفروض ان لما يحصل حاجه زي كده خلاص ما ينفعش نقول جمل معينه، لا تقولي ان المطبات شيء عادي بس وهنطلع منها، انما لا دي اول مره تحصل بهذه الصوره. زي بالظبط لما يحصل تأخير في الطيارة خلاص والركاب مستنيين ويكون التأخير بسبب عطل فني، ما ينفعش أقول الطيارة متأخرة بسبب مشكلة تقنية بسبب تكنيكال، لا لازم نقول لهم يا جماعة الطيارة بتجهز، بننظف الطيارة، الطيارة لسه جاية فبالتالي لازم ننظفها من الركاب. فطبعا الوقت ده كله خلاص، وطبعا الدنيا ليل الواحد مش شايف حتى ايه اللي بيحصل تحت، ولا انت شايف انت طاير فوق بحر ولا طاير فوق جبل ولا جبال القلب اللي بيقول عليها دي خلاص. بس طبعا نزلت المطار بتاع بروكسل، الواحد نزل مرهق من اللي حصل فوق ده، والجو كان ساقع كمان، ده اللي زاد وغطى يعني. واللي هو يعني قلت طب انا كنت قاعده يعني ايه اللي خلاني اسافر؟ دي حاجه الحمد لله خلصت الرحله وخرجت بره المطار واخدت شنطتي. رحت بقى على الفندق، الفندق ما كانش غالي برضو لان انا كنت حاجزاه من بدري، يعني انا دفعت في ليلتين دفعت 46 يورو بالفطار، وده كان حاجه كويسه جدا جدا جدا، والفندق كان روعه خلاص. لفيت في بروكسل، بروكسل ممكن تلفها في يوم. انا رحت الاماكن الاساسيه اللي هي الاتوميوم والجراند بالاس ومقر بتاع الاتحاد الاوروبي وحديقه كبيره اسمها سينكوينت ناير، مش فاكره اسمها ايه بالظبط كده، بس هي حديقه يعني كويسه كبيره يعني حاجه تاريخيه. كل الكلام ده حصل في يوم. ونصيحه تاني لما تيجوا تسافروا خلاص لازم تصحوا من بدري، تصحوا من الساعة 8 تسافروا، سوري تشوفوا الأماكن يعني، علشان ده هيفرق معاكوا، لأن انت لما تطلع بدري هتعرف تشوف أماكن كتير خلاص، مش هتقعد كتير في الدولة وبالتالي هتوفر فلوس، يعني هي الإمكانية خلاص أو اللعب كله بيتمكن إن انت كل ما تصحى بدري كل ما هتلف تلف تلف وتلاقي ان لسه بدري، لا والله ده لسه في مثلا الساعة 1، لا ده انا ممكن اروح تاني، لا ده الساعة 3 ممكن اروح تاني. بالنسبة للمواصلات بلجيكا التذكرة كانت ب 2 يورو و10 سنت، وده الى حد ما غالي خلاص، لان انا كنت بركب وقت ما كنت زمان في روما كنت بركب المترو الانفاق في روما بيورو ونص، وحاليا التذكره برضو في روما بيورو ونص، فكون ان 2 يورو 10 سنت كتير الى حد ما خلاص. والدوله الجايه هقول لكم ان هي ارخص في المترو. انا قعدت يومين تحديدا اللي هو وصلت يوم 23 وقعدت 24 و25 ومشيت 26 الصبح، واخدت الاتوبيس للديستنيشن التانية بتاعتي. طب ما اشتريتش حاجة من بروكسل بصراحة، يعني هي مكان كويس بس ما ابهرنيش كما يجب، عملت صور كويسة واللي عاوز يشوف الصور ممكن يعملي فولو على الانستجرام
نزلت الصور بتاعتي كلها الانستجرام بتاعي. حاول هو طبعا انا كنت عامله كل حاجه باسمي يعني، ف ده البروفايل بتاعي هوريه لكم. اهي انا مخبيه عشان مش عاوزه اوريكم الدوله الثانيه عشان تبقى مفاجاه. فده ده الانستجرام بتاعي، لو حابين تعملولي فولو اوكي عشان تشوفوا الصور بتاعت بلجيكا بروكسيما. الدولة التانية هتكون مفاجأة. بس يعتبر صرفت في الرحلة 150 يورو كتوتل ما بين الفندق، ويمكن اقل كمان لان الفندق زي ما قلت لكم 46. تذكرة الطيران كانت انا قطعت رايح بس ناخد بالنا وان واي كانت ب 12 يورو، فادي كده 48 كده 58. الباص للمطار 10 يورو، ادي كده 68. تذاكر المترو اللي انا خدتها كانوا 10 يورو، ادي كده 78. من مطار بروكسل لبروكسل سنتر كان برضو التذكرة كانت ب 9 يورو، في 78 و9 خلاص ادي كده 78 يبقى كده 87 يورو. والسوفونير كان بحوالي يورو ونص، 87 ونقول 2 يورو، 88، 89 خلاص. اشتريت حاجة تاني؟ لا ما اشتريتش حاجة تاني الحقيقة. ادي كده نقول يعني 90 يورو مقفولين. كنت شربت كافيه، في كافيه موجود الحقيقة عجبني جدا جدا وكان احسن من الكافيهات اللي انا شربت فيها. 90 يورو ل3 ايام او نقول يومين عشان انا بت ليلتين في بلجيكا. 90 يورو سفرية بلجيكا. لو انتوا عايزين تسألوني عن حاجة في بلجيكا سيبوها لي تحت في التعليقات. انا بقول لكم اسألوني، وفي ناس بتقول انت ما بترديش على اسئلة. يا جماعة الاسئلة اللي انتوا بتسألوها لي بخصوص الجراماتيك عامة انا اوريدي بكون مجاوب عليها خلاص. يعني انتوا حتى قبل ما تسأل السؤال شوف في القناة، لو ما لقيتوش في القناة تعالى قولي لو سمحتي انتي سؤالك ما تجاوبش عليه. تمام. ايه تاني؟ الحقيقة ان بلجيكا بيتكلموا فرنساوي وانجليزي طبعا اللغة. خلاص كنت خايفة جدا 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 ان انا اروح هناك ما اعرفش اتعامل، لان انا ما بعرفش فرنساوي زي ما انتوا عارفين. انا اعرف حاجات بسيطه اللي هي بونجور كومان سافا والحاجات اللي اي حد يعرفها، ولكن انا زي ما انتوا عارفين درست لمده سنه واحده وحولت لايطالي، فاللي هو بالنسبه لي اصلا يعتبر ما بعرفش فرنساوي، اللي هو مش بس انا هيكون زي الايطالي بتكلم بطلاقه او حتى زي الاسباني مستوايا البي اونو، لا. ولكن الناس كلهم هناك من اصغرهم لاكبرهم الحقيقه كانوا بيعرفوا انجليزي وبيشرحوا وبيفسروا لك، وكانت الدنيا كويسه من ناحيه الكوميونيكاسيون او التواصل، ودي كانت نقطه تحتسب للبلجيكيين او تحتسب لبلجيكا، لان هي كده معناها ان هي مدينه سياحيه، او حتى لو كانت مدينه سياحيه بدرجه اقل من المدن الاخرى، ولكن كون ان هم يعرفوا انجليزي دي الحقيقه نقطه هايله جدا جدا جدا. اتمنى يكون الفيديو عجبكم وانكم تكونوا استفدتوا شويه معلومات عن بلجيكا بروكسل وعن رحله الرعب اللي انا عملتها دي. وطبعا بناء عليه قررت ان انا ما اسافرش في الشتاء تاني، امبوسيبل يعني بعد اللي حصل ده، لان وقتها انا كان يعني نزلت من الطياره كان قلبي عمال يدق دوم 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 يعني. الفيديو الجاي ان شاء الله هكلم لكم عن الدوله الثانيه اللي انا روحتها من بلجيكا بروكسل خلاص، وهتعجبكم اكتر لان انا حبيتها فعلا، وهقول لكم برده تفاصيل الاسعار كل حاجه. ولو انتوا عاوزيني اتكلم لكم عن دول تانية او لو انتوا عايزين تقترح عليا اماكن ممكن الواحد يروحها اكتبوا لي تحت في التعليقات اوكي. وما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه، تفعلوا زرار الجرس وتحطوا لايك للفيديو ده. واشوفكم الحلقه الجايه. تشاو او نقول اوروفوار. تشاو.